يا صباح الحلويات على احلى بنات في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد. والنهارده حلقتي وصفه نعمل مع بعض كرواسون او ميني كرواسون بطريقه سهله جدا وبسيطه. نبدا حلقتنا ونشوف طريقتنا. لايك للفيديو يا مرايه ولسه مش منوراني، بشراك في القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وصفاتي بمنتهى السهوله. ويلا نبدا طريقتنا ومكوناتنا وطريقه التحضير. عايزه اقول لك ان الميني كرواسون من الحاجات اللذيذه اللي تحبي تشتغلي فيها جدا. مكوناتها زي ما احنا شايفين سهله جدا وبسيطه. الحاجه الوحيده اللي هتحطيها على الرخامه هي الخل. حطينا ايه هنا؟ كل المكونات بتاعتنا بدرجه حراره المطبخ عادي، مش محتاجه تبقى دافيه. حطينا كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، معلقه كبيره خميره، معلقتين سكر. بصوا انا خدت نص كوبايه الميه لغايه ما اشوف المقدار بتاعي محتاج تاني ولا لا. وبعد ما كنت هحط المعلقه بتاعتي في الخميره قلت لا اخد معلقتين السكر الاول. يبقى كوبايه ميه خدت نصها، عليها معلقه كبيره خميره ومعلقتين سكر، قلبتهم كويس جدا لحد ما دابوا واتجانسوا. وابتديت ان انا احط هنا 4 معالق من الزيت. 4 معالق، بصوا انا باخدهم بنظره عيني كده اهوت، من الزيت، ومعلقه صغيره من الخل، شايفين. وبعد كده هنا حطيت نص معلقه صغيره من الملح وكوبايه اللبن بتاعتي. قلبت كل المكونات دي كلها في بعضيها، وهنا احط 2 باكت من الفانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. وما تخافيش الطعم مش هيبان، بالعكس ده هتدي الكرواسون بتاعك طعم حلو جدا. قلبتهم كويس جدا، ودي كده كل مكوناتي هنزل عليها بنص كيلو من الدقيق. اعجنيهم بقى براحتك على رخامتك، اعجنيهم في العجان، اعجني بالطريقه اللي تعجبك، مطبخك وانت حره فيه يا ست الكل. ابتدينا نقلب هنا، بصوا هوريكم المراحل بتاعته. هنا هو العجينه بتاعتي اتلمت، حطيت بالظبط معلقه ميه، ما خدتش اكتر من كده من الكوبايه، يعني خدت معايا نص كوبايه ميه وكوبايه لبن. بعد ما اتجانست مع بعضيها كده نزلت بمعلقه ونص كبار من السمنه او الزبده براحتك خالص، لغايه ما وصلت للقوام ده. هنا لقيتها بتلزق، طب انا مش عارفه المها. بعد ما بص ما شلت العجان بتاعي، لا انا محتاجه معلقتين دقيق تاني، فنزلت بمعلقتين دقيق. يعني ايه هنا بقى اللي كان غلط؟ ايه بقى؟ معلقه الميه او معلقه ونص ميه، يعني كان نص كوبايه ميه كفايه جدا. هنا هو ده القانون اللي عاوزاه بينزل معايا بسهوله، بس في نفس الوقت بلزق سنه بسيطه في ايدي. زي ما احنا شايفين كده، هذه العجينه بتاعتي زيت من فوق ومن تحت، بصوا عامله زي اللبانه ومرتحتش. العجينه جميله جدا. ابتديت ان انا اسيبها هنا بقى تختمر، سبتها حوالي نص ساعه اختمرت، وما شاء الله معايا الخميره هي اللي كانت مزهقاني من كتر ما هي تحفه تحفه جدا جدا جدا. بصوا وانا شغاله فيها هي كانت عماله تفور اصلا. هنا سبتها لما اختمرت العجان ده، غويت على فكره 10 لتر. فابتديت بصوا ابتديت ان انا افرغ كده منها الهواء والمها، ملزقه معايا بس انا عاوزه كده. هجيب بقى هنا الطبق بتاعي وهرش فيه دقيق عشان ما تلزقش معايا. بصوا ملزقه في ايدي ازاي. وكل ما الاقي نفسي مش عارفه اشتغل فيها اروح مبدره ايدي دقيق فتشتغل فيها بمنتهى السهوله. طب دي كده ملزقه قوي هبه، لا لما تدخل الفرن وتستوي هتطلع معاكي ولا هي ناشفه ولا هي طريه ميه، لا هتطلع معاكي كرواسون حلو. هنا قسمتها 7 كور، هعمل واحدة 3 كور فوق بعضيهم، وواحدة التانية هعمل 4 كور فوق بعضيهم. عايزة تعملي كل كورة تفرديها وتعمليها كرواسون براحتك جدا. هنا جبت مفرش سيليكون وحطيت شوية من الزيت، ومعاه طبق فيه شوية من السمنة أو الزبدة، يعني المتاح بالنسبة لك اشتغلي فيه. هبتدي ابططها تبطيطة بسيطة قوي، واحط هنا حبة سمنة، ولقيت نفسي الصراحة مش عارفة استخدم المعلقة فقلت لا استخدم ايدي. وجبت الطبق، ودي غلطة انا وقعت فيها، الطبق لما تدخليه في الفريزر هيلزق، فرشي معاكي رشة دي في الطبق قبل ما تحطي العجينة، تمام كده اهوت. لكن انا هوريكي دلوقتي انا عالجت الموقف ازاي. هعمل الكرة التانية وهبتدي ادهن الوش بتاعها زي ما احنا شايفين كده اهوت، وانزل بيها على الكرة ديت. قربي الطبق معاكي لان العجينة طرية جدا وممكن تتقطع منك، فخلي الطبق زي ما انا حاطاه كده جنبي. عاوزة تحطي بصي هنا تالت واحدة، دي ما حطيتش على وشها سمنة، تمام. الطبق اللي تخلصيه غطي وشه وشيليه فين؟ في الفريزر عشان يجمد 10 دقايق، عشان السمنة بتاعتك واحنا بنفردها ما تفرولش منك او ما تسحش منك تطلع بره العجينة، تمام كده هوت. بس كده عملت 1 3 كور، 1 4، وغطيتهم الاتنين وشلتهم في الفريزر. بعد 10 دقايق ربع ساعة، ما تطوليش عليها عشان ما تجمدش، تعالي نشوف هنعمل ايه. بس كده بصوا الجمال، شدي كده وخليها مغطية الطبقات اللي تحت. طلعتها بقى بصوا جمدت هنا، رحت جايبة الاسبتيولا بتاعتي وابتديت ان انا افكها بالطريقة السهلة دي. هنا دقيق بقى، وهفرش المفرش بتاعي او الرخامة بتاعتي كله عشان ابدر عليها واشتغل عليها. بصوا لزقت، هي لزقت من الجناب بس، حاجة عريضة كده من اللي بيطلع منها البسبوسة والجاتوهات والحاجات دي، بصوا طلعت معايا بمنتهى السهولة.
هبتدي بقى ابطط وامسك النشابه بتاعتي وافرد. الاهم حاجه الاعدم، مطرح السيليكون من تحت نرشه دقيق ومن فوق، وابتدي بقى افردي بالسمك اللي انت عاوزاه. هنا حسيت ان الديكورات الموجوده على الرخامه مضايقاني، هشيلها دلوقتي. العلبه بتاعت النسكافيه والكرسي اللي عليه التوابل ده، بصوا انا مبدره كويس جدا ازاي عشان اعرف اشدها ما تلزقش معايا. افرد بقى على قد ما تاخد معايا، انا عاوزاها كلها تبقى سمك واحد، مش عاوزه حته عاليه وحته واطيه. عملت معايا بصوا ما شاء الله كوره قد ايه، ممكن تشتغلي كده كوره كوره على فكره. بس كده هبتدي ان انا اقطع نص وبعد كده ارباع وكل ربع اقسمه. بصوا انا عاوزاها صغننه خالص، انت عاوزاها اكبر قسمي التقسيمه اكبر، فاهمين قصدي؟ انا عاوزاها ميني صغنن كده زي اللي بتيجي في الاكياس اللي بقى دلوقتي بكام، قولوا لي كده في كومنتات كيس المولتو بقى بكام. هبتدي ان انا افتح فتحه صغننه كده وهقرب لكم التصوير تشوفوا احسن. شايفين شكل الكرواسون قد ايه لسه هتخمر معانا؟ هنا قربت لكم اكتر بعد ما قطعتها كده، ابتديت ان انا افرق حته في النص والف عليها واشد الف واشد. اهم حاجه بس شدي وانت بتلفي علشان التوريقه تبقى اكتر. هغير لكم زاويه التصوير تاني عشان تشوفوا شكل تاني وتبقى واضحه بالنسبه لكم، وهكمل بقيه الكميه بعد كده لوحدي علشان ما اطولش عليكم مقاطع. شايفين تحفه جدا، من نص كيلو دقيق عملنا كمية كرواسون او ميني كرواسون كتيرة جدا. احشي بقى بالطريقة اللي تعجبك، بس نصيحة مني ما تحشيش دلوقتي، يعني لو هتحشي شوكولاتة ما تحشيهاش دلوقتي، بعد ما تخلصي خالص القاعدة بتاعت الكرواسونة بقمع كده في كيس حلواني، وابتدي ان انت افتح القاعدة بتاعت الكرواسونة من تحت خرم كده اهوت وحشيها. طب انت ليه ما حشتهاش يا هبة؟ انا عاوزاها مع شاي باللبن الصبح في الفطار، عاوزاها اغمسها بصوص المربى اللي معانا، اعمل اغمسه في شوكولاته، اللي عاوز حاجه يعملها. فعاوزاها ساده كده زي ما هي، ممكن اعملها زي الساندوتش كده، افتحها بالسكينه المشرشره واحط فيها جبنه، لو انا عاوزه جبنه عاوزه شوكولاته اغمسها بشوكولاته براحتي جدا، بس انا ارتحت للساده. ان شاء الله المره الجايه هعملها لكم بالشوكولاته والجبنه، يعني هعمل نفس المقادير وهقسم كوره تبقى حادق وكوره تبقى مسكره، يعني حلو وحادق. ابتديت بقى هنا الولاد هم اللي طلبوا مش عاوزين طعم البيض خالص فيها، فحطيت شويه ميه وحطيت عليها معلقه سكر، ابتديت ان انا اقلبها. وخلي بالك لاحسن تضيعي التخمير بتاعها بالراحه جدا، لان الصاج اللي هدخله دلوقتي دوت اللي قدامكم ده في كذا واحده اتخرمت فطلعت شكلها مش مظبوط، وبعدين كمان اشتغلت فيه بعد فتره وخمر قوي. لا انت شكلي وحطي على طول في الفرن، واللي تشكليه تاني حطي في الفرن وهكذا. عاوزه تدهنيه بيض وعليه فانيليا هيبقى لمعه تحفه وهيبقى احلى طبعا بكتير. يعني انت استبعدي الميه عشان ده طلب ولادي، حطي بيضايه عليها شويه فانيليا وقلبيها. ده الشكل بعد ما طلعت رشيتها بميه وغطيتها، دخلت على درجه حراره كام يا هبه؟ دخلت على درجه حراره 220، قعدت 8 دقائق 10 دقائق حد اقصى. اخر صاج خد معايا 8 دقائق، شغلت الشوايه عليه. لكن لو انت دهنه بيض وفانيليا هياخد الوش معاكي، مش هيحتاج ان انت تحطي شوايه. عمل معايا كميه حلوه جدا ما شاء الله عليها زي ما احنا شايفين. تعالوا نقطعها ونشوف طريه ومورقه. انا مخلصه زي ما قلت لكم الساعه 11 بالليل، غطيتها بالغطا بتاع الحافظه، وبعد كده تعالوا تاني يوم عملنا كوبايه قهوه وحطيناها في الميكروويف. تحفه طريقه الحفظ بتاعها، لو الكميه كبيره عليكي حطي في كيس وطلعي بالطلب وسخني في الميكروويف زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى اطرى من امبارح، يعني لما اتعملت في الميكروويف اطرى من امبارح، ركزوا. شفتوا بصوا جميله ازاي وخطيره ازاي، بوريكم ان هي مش بتفرول. بس كده لغايه هنا تكون خلصت حلقتي، يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، كنتوا استمتعتوا معايا في فيديو النهارده. بالله عليكي لو وصلتي معايا لغايه هنا ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو، اللايك بتاعك هو اللي بيعلي مستوى الفيديو بتاعي ويوصله لاكبر عدد على اليوتيوب. ولو لسه مش منوراني باشتراك في القناه وحابه تكوني واحده من عيلتي، اتشرف بيكي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد، واستنوني في حلقه جديده وفيديو جديد. بحبكم جدا جدا يا امارات، تصبحوا على الف خير.